محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله قال سمعت فاطمة سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زحفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الزحف فقال يا فاطمة سلام الله عليها إيتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا بدر أتذكر كأنه البدر في ليلة تمامي وكمالي. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قوة عيني وسموة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك واحية طيبة كنا واحد جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدها تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أن تعزم لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد زدت لك قد ظلم حوض تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قوة عيني وسمة فؤادي. قال لي يا أمه إني يشم عندك واحية طيبة كنا وعير جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقاف تحت الكساء. فدعا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله أن تعزم لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويشفعي فأمتي قد أذن لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام. قال يا فاطمة السلام الله علي إني أشم عندك واحية طيبة كنا واحد وخيب بعمي رسول الله. فقلت نمها وما قال لديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أن تعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا قلب يا وصيتي وخليفتي وصاحب لبيك كذا زندلك فدخل علي الاسلام تحت الكساء. ثم اتيت نحو الكساء وقلت عليك السلام وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله انت اذن لي ان اكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد زندلك فدخلت تحت الكساء فلم اقتل جميعا تحت الكساء. اللهم صل أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وغزوتي وحمتي لحم لحم ودم دمي يعلمني ما يعلمه ويحزنني ما يحزنه. أنا حب لمن حاربه وسلم لمن سالمه وعد لمن أعدم وحب لمن أحبه إنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وعثمانك ورزوانك علي وعلي مذهبهم الرسا وطاهرهم تطهيرا. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويسكن السماواتي اني ما خلقت سماعا مبنيا ولا ارضا مدعيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدرو ولا بحر يجري ولا خلق يجري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. فقال من جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال الله عز وجل محل بيت النبوه ومعدن رسالاتهم فاطمه وابوها وبعضها وبنوها. فقال جبريل يا ربي انت اذن لي ان احبط الى الارض لنكون معهم. سادسا فقال الله نعم فلا تنزلك فاعبد الامين جبرائيل.
قال السلام عليك يا رسول الله عليه وعلى يقرأ السلام وبخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلت سماء مبنية ولا أرض منبية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدرو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يمين وحدي إنه نعم قد أذنت لك فلا خلت إبراهيم معنا تحت الكسرى قال لي أبين الله قد عوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال عليم الإسلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما جنون زنا هذا تحت الكساء من فضل الله وقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بغسالات نجيا ما تركتنا هذا في محفل ما في آل الأرض وفي جمع من شاكنا ومحبينا إلا ونزل الرحمة وخفت بهم الملائكة وصفتهم إلا أن يتفرقوا فقال عليهم عليه السلام في نعمة الله فإنا وفدا شياكنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عليم الإسلام والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بغسالات نجيم ما ذكر قبلنا هذا في محفل ما في آل الأرض وفي جمع من شياطين ومحبين وفي محمد إلا وجد اللهم ولا غم إلا وجد اللهم ولا تعلم حاجة إلا وجد الله حاجة فقال عليه السلام مدعو الله فتنا وسعيدنا فقد ذلك شياطين فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة ایک سلوات بابا یہ کون جانے یہ کون
Oh.
کون خاتون یہ خیموں سے صدا مشکل ہے تین تخیل خوبصورت کلام کا
مرسلہ اور شیرین آواز مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھ رہے ہیں. یوں تو ایک رسم ہے ہمیں اپنے اندر اپنے دوستوں اور بچوں کی خوبیوں کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ ہم میں نہیں ہوتے کہیں چلے جاتے ہیں. دنیا سے بہت بہت سے ملکوں سے مولانا گلفام علی حسینی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. حروف کے ماہر ہیں اور دوسرے ملکوں سے دوسرے شہر سے فون آتے ہیں. ان کی کتاب باہر رکھی ہوئی ہے کائنات جہاں حصہ اول ہے. ویسے تو تین کتابیں ہیں جس مومن نے دینی ہو باہر سے لے سکتے ہیں, استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک بلند درود پڑھ لیجیے ان کے. جی میں دو ایک سناتا ہوں آپ کو. اپنی تعمیل ہوتی ہے ایک سرکار وفا کے حوالے سے چار میں سے آپ کی سماعتوں کا تاج محل میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بلند درود پڑھ لیجیے. کیا جان
आदमी बनता है इंसान। अली कहने से नाम है दिल से मुनाफिक तो होती है जलन और बन जाता है सलमान।
बाजार दिखाई देता है। दो शहर एक मिनट में बन गया क्या तू जिस मैं क्या